تعتبر دار الهلال من أقدم المؤسسات الصحفية في الوطن العربي، وتعتبر ذاكرة التاريخ بالنسبة للوطن العربي كله. أدي العدد الأول، أول سبتمبر 1892، ده أول إصدار. نيجي بعديه بقى المصور سنة 1924، ده العدد الأول من الكواكب. 1932 العدد الأول من حواء برضه. 55 وبعد كده مجلة سمير سنة 1956، ويعتبر كل الإصدارات دي شاهدة على تاريخ مصر وتاريخ الوطن العربي. مطابع دار الهلال من أقدم المطابع أيضا في الشرق الأوسط، وجدت كل التطورات وكل تكنولوجيا الطباعة من بداية إنشائها لحد وقتنا هذا، وإحنا ما زلنا مستمرين في التطور والتحديث، حتى الإي ماركتينج أو الإعلام الرقمي أو التسويق الرقمي. كل حدث عربي ومصري وعالمي وثقته دار الهلال. عندنا مثلا صور لمحطة سكة الحديد بتاعت الإسكندرية 1856، حتى من قبل ما دار الهلال تبقى موجودة. عندنا صور لمحطة مصر 1903، عندنا وضع حجر الأساس للمتحف المصري في 1897، مبنى دار الأوبرا من ساعة ما أنشئ ومرورا لغاية دار الأوبرا الخديوية القديمة. عندنا على مستوى السياسة كل ما له علاقة بقادة مصر، الملك فؤاد والملك فاروق، حتى السلطان حسين الكامل، حتى قبلهم الرئيس محمد نجيب، الرئيس عبد الناصر، رئيس السادات. عندنا كل ملفات الرؤساء وكل القضايا المهمة جدا التي شهدتها مصر. يعني احنا بيجي لنا معظم الأقطار العربية علشان تعرف الأحداث اللي حصلت خلال التاريخ وخلال الفترة دي كلها.